فشل مستمر للوفد القادم من الرياض الذي يحاول تعطيل المشاورات منذ انطلاقها، وها هو اليوم يفشل في عرقلتها من خلال مغادرته الكويت، فالمشاورات مستمرة دون توقف مع تمسك الوفد الوطني بحل شامل وكامل دون تجزئة. فيما الوفد القادم من الرياض يحاول أن يفتش عن بقايا أوراق له لإفشال المشاورات، تارة بمحاولاته تجزئة القضايا أو ترحيل بعض منها، وتارة بتضليل الرأي العام من خلال مقترح المبعوث الأممي الجديد القديم، وهي الورقة التي سقطت دون أن تحقق أي من أهدافها. وها هو اليوم يستخدم ورقة المغادرة والتي قد تكون الأخيرة. متابعون يرون أن مغادرة وفد الرياض لن تؤثر على سير المشاورات، طالما وأن الحوار كان ولا يزال مع المجتمع الدولي وليس مع وفد ما يسمى الشرعية. مغادرة وفد المرتزقة بالأمس إلى الرياض لن يؤثر في اعتقادي على مسار المفاوضات، لأنه عمليا قد بدأت الأمور تنحو منحا جديدا. من الآن نفاوض الأصيل بدلا من الوكيل، ونفاوض اليد ونمسك باليد بدلا من القفازات. الحوار الآن يدور مع المجتمع الدولي ومع المملكة السعودية باعتبارها الطرف الأصيل في هذه الحرب مستمر. وبالنسبة لهم قالوا أنهم لم يغادروا المشاورات. في كل الأحوال إذا لم الفرصة أمامهم في أن يكونوا طرفا في هذه المفاوضات أو أن لا يكونوا طرفا في أي مفاوضات مستقبلا، لأنه سيتم إعلان المجلس السياسي الذي يتولى إدارة السلطة التنفيذية في البلد، وسيتعامل الناس مع سلطة الأمر الواقع ومع الشعب والأرض والدولة اليمنية، ولن يبعثوا سفراءهم إلى فنادق الرياض. ومع استمرار المشاورات يظل التفاؤل قائما بوجود مؤشرات قد تدفع بالمشاورات نحو تحقيق أهدافها وتسوية كل ملفاتها. وفدنا الوطني الممثل للمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله اليوم التقى بسفراء الدول 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، وقدم له شرحا كاملا عن مفردات الملف الذي قدم من قبل وفدنا الوطني بكافة محاوره السياسي العسكري والأمني والإنساني، وكذلك الحلول والمقترحات والبرنامج التنفيذي الذي كنا نتحدث عنه، وكنا قد توافقنا على كثير من مفرداته قبل أن نغادر الكويت في الجولة الأولى. أكد اليوم وفدنا الوطني على إصراره وتمسكه بالحل الشامل غير المجزأ. وقف العدوان وفك الحصار وتسوية لكل القضايا دون تجزئة موقف ثابت ما زال الوفد الوطني يتمسك به منذ انطلاق المشاورات، وهذا ما جدده خلال لقائه بسفراء الدول 18. وتبقى الحلول الواقعية والمنطقية هي المتحكمة بمسار المشاورات بانتظار المواقف الدولية المنصفة لبلورتها ودعم عملية السلام وصولا إلى حل شامل وكامل. محي الدين الأصبحي، قناة اليمن، الكويت.